الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا ألتمس إلى أبناء الطلاب وإلى إخواني الأساتذة بأنني تأخرت في الحضور، وأرجو السماح والعفو لما تأخرت. والحمد لله، عندما جئت وسمعت كلمات الطلاب وسررت جدا، وأنتم ناجحون أيها الطلاب، مشكورون ومباركون بأنكم سعيتم من بداية السنة في هذه الزراعة، زرعتموها وسقيتموها، والآن حصدتم هذه الزراعة ثمرها، وثمرتها حلوة وطعمها لذيذ. بارك الله فيكم، وأرجو منكم أن تجتهدوا في هذه اللغة العربية في حصولها، فإن اللغة العربية هي مثل البحر، البحر لا ساحل له، فعليكم أن تلتقطوا من هذا البحر الجواهر واللؤلؤ والمرجان، وتستفيدوا منه وتفيدون الآخرين. وهذه اللغة العربية هي وسيعة وعريضة جدا، لا يستطيع الإنسان يحاصر عليها. فهنا أذكر قصة كثيرة تبين لنا أهمية هذه اللغة العربية بأنها لغة عربية وسيعة. هناك كان رجل من بلاد الفارس، ويدعي بأنه يعرف اللغة العربية جيدا. ففي يوم من الأيام جاء إلى مجلس من القوم، فقال لهم: أنا عارف اللغة العربية جيدا. قالوا: من أين أنت؟ قال: أنا من بلاد الفارس وأعرف اللغة العربية. فقالوا: كيف نصدقك أنت تعرف اللغة العربية جيدا؟ فعليك أن تذهب في هذه القرية، هناك رجل إلى بيته وتكلم معه، فإذا هو صدقك فنصدقك. ثم ذهب هذا الرجل إلى ذلك البيت وطرق الباب، وعندما طرق الباب فتحت الباب البنت وسألت: من أنت؟ قال: أنا أريد أن ألتقي بوالدك. فهي قالت له: أبي فاء إلى الفيافي، فإذا فاء الفي أفاء. بدأ يفكر: ماذا تقول هذه البنت؟ ما فهمت. ثم قال: ماذا تقولين؟ ثم عادت مرة ثانية الكلمة، نفس الكلام: أبي فاء إلى الفيافي، فإذا فاء الفي أفاء. كانت تقصد بأن والدها ذهب إلى الميدان، إلى الصحراء، فإذا حل الظلام في الليل في المساء يرجع، لكن هو ما فهم. ثلاث مرات تكلمت، ثم البنت والدتها تسأل منها: من بالباب؟ من هذا الرجل الذي يتكلم؟ قالت: أظنه أنه رجل أعجمي لا يفعل. من هنا هذا الرجل الفارسي هو قال، عرف بأن هذه البنت تكلمت معها ما فهمت لغتها، وكيف أتكلم مع والدها كيف أفهم؟ لا. فهنا اعترف بأنني أنا لا أعرف اللغة العربية جيدا، بأن اللغة العربية وسيعة وعريضة. من هذا الكلام ومن هذه القصة عرفنا بأن اللغة العربية هي وسيعة جدا، لا بد لنا أن نجتهد ونسعى في حصولها ونستفيد. والهدف من حصول اللغة العربية بأنك تعرف اللغة العربية جيدا، بعد ذلك تستطيع تفهم كلام الله وكلام الرسول، ثم تستطيع أن تبين للناس هذه في الدعوة. في الدعوة يحتاج أن نعرف اللغة العربية جيدا، ثم نستطيع أن ندعو الناس. وأنصحكم بأننا الذي حصلنا واستفدنا من هذا العلم ليس فقط بأن نحصل العلم وليس عملنا موافقا لذلك،
لابد أن يكون عملنا مثل ما حصلنا من هذا العلم النافع، امتثالا بأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون قدوتنا وعملنا هذه تصبح دعوة للناس كذلك، ويؤثر في مجال الدعوة. وأسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأشكركم في الأخير بأنكم أتحتم لي الفرصة أن أتكلم معكم أو أشارك معكم في هذا البرنامج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.